طفرة حقيقية شهدها القطاع الصحي في مصر لما أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام ملحوظ للنهوض بالمنظومة الصحية ضمن خطة واضحة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة. فكانت أولى النجاحات في التغلب على التحديات بالقضاء على 5 أزمات مزمنة كانت تؤرق جميع المصريين، وهي تفشي الفيروس الكبدي الوبائي سي وأزمة نقص الأدوية بالصيدليات وقوائم انتظار العمليات الجراحية بالمستشفيات ونقص ألبان الأطفال ومشروع التأمين الصحي الشامل. ثم كانت زيادة مخصصات الصحة في الموازنة بحوالي 47% لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه، وزيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة ب6% لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن، وتخصيص 4.2 مليار جنيه لمشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لجهود كبيرة بذلت لتطوير المنظومة الصحية بالكامل. أبرز ملامح تلك الخطة التي أثبتت جدارتها وصلابتها في ظل ظروف صحية استثنائية عالمية فرضتها جائحة فيروس كورونا، وكانت ضوء نجاة للمصريين من تداعيات ما زالت الدول العظمى تعاني من آثارها السلبية حتى الآن. شهد العام الحالي استمرار المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظاما صحيا قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليا في جميع المجالات. وكانت جائحة كورونا بمثابة الاختبار الصعب لتلك المنظومة، والتي تم التعامل معها بكل حزم ودقة من خلال الحفاظ على التطعيمات الأساسية وتقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى بالمجان بمختلف التخصصات. وبذلت مصر جهودا كبيرة في الحصول على لقاح فيروس كورونا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. وأخيرا، فإن إنجازات الدولة المصرية في قطاع الصحة والإشادات العالمية بها ما هو إلا نتاج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واستثماره في صحة المصريين وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.